Bonjour, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le lundi. Nous allons apprendre comment se présenter en français. Comment se présenter en français. إذا موضوعنا لهذا اليوم تحياتي لكم جميعا صباح الخير. موضوعنا لهذا اليوم هو كيف تقدم نفسك بشكل لائق وجميل باللغة الفرنسية. Comment se présenter. إذا الفعل هو se présenter en français. Comment معناه هي صيغة سؤال معناه كيف. إذا comment se présenter من الأفعال الانعكاسية سوف نأخذها بعدين موجودة مثلها باللغة الألمانية se présenter en français. كيف تقدم نفسك بشكل لائق وجميل باللغة الفرنسية. من أجل تقديم الذات إلى الآخرين يعني سوف نحتاج إلى هذه الأفعال الأربعة وهي فرصة أيضا إضافية لنتعلم هذه الأفعال ونحن ما زلنا في صيغة الحاضر يعني نتحدث بصيغة الحاضر يعني au présent. Au présent. ما زلنا لم نأخذ الماضي بعد إذا ما زلنا في الأفعال. الأفعال الأربعة هي تبدأ بفعل parler يتحدث يتكلم لاحظوا أننا لا نلفظ الأخيرة parler parler ينتهي ب er s'appeler يسمى يدعى أيضا ينتهي ب er ولكن يعني الحروف الأربعة يعني نؤكد عليها لأن له تصريف خاص هذا الفعل. الفعل الثالث هو أخذناه في الفيديو السابق travailler يعمل يشتغل يعمل travailler ينتهي ب er وفعل رابع هو habiter يسكن يقيم في مدينة يسكن في مدينة ينتهي ب er. لماذا أقول دائما er؟ لأن الأفعال التي تنتهي ب er تنتمي إلى المجموعة الأولى. Ce sont les verbes du premier groupe. Ce sont les verbes de premier, du premier, premier groupe. إذن هذه هي أفعال مجموعة الأولى. فعل parler هو فعل قياسي مناسب جدا لتطبيق قاعدة المجموعة الأولى على تصريف الفعل. فعل parler ينتمي ويصح عليه تطبيق القاعدة تماما بدون أي تجاوزات حسب تصريف الفعل حسب المجموعة الأولى. إذا المجموعة الأولى الأفعال التي تنتهي ب er هناك قاعدة لتصريف الفعل منها فعل parler ولكن الأفعال الأخرى قد تنحرف قليلا عند التصريف يعني تضاف لها deux fois l يعني مرتين l أو تحذف l أو هناك يعني بعض التغييرات عند التصريف حسب الضمير الشخصي. أما فعل parler فهو مناسب جدا يعني يطبق قاعدة مثل ما هي سوف نرى الآن. إذا عندنا فعل parler يتحدث يتكلم سوف نصرفه أولا فأقول je parle je parle je parle أنا أتكلم والحديث الآن في صيغة الحاضر إذا je parle أقول أنت أو أنت تتكلمي tu parles tu parles أعود إلى je parle ونهاية الفعل عند تصريف مع أنا هي e إذا بدون r je parle الشخص الثاني الذي هو أنت أو أنت نهاية تصريف الفعل هي ES إذا je parle tu parles الS لا تلفظ هو نفس اللفظ je parle tu parles نفس اللفظ ولكن الشخص الثاني حسب القاعدة المجموعة الأولى الأفعال التي تنتهي ب E E R الأول E je الشخص الثاني ES الثالث il هو il parle أيضا E مثل الأول الشخص الثالث مثل الأول تنتهي ب E il parle هو يتكلم elle parle هي تتكلم on parle ممكن نقول نحن نتحدث أو نحن نتكلم أو ممكن أن تقول على نفسك أنت on parle مثل يعني مثل بالضبط مثل ما يتحدث الناس في مدينة اسكندرية في مصر يعني يخلطون بين المفرد والجمع فيقولون نحن
بدل ما يقول أنا. بالضبط هذا يشبه ذاك يعني. أقول on parle، ممكن أن تقصد أنت بالجمع أو ممكن تقصد على نفسك. إذن il parle، elle parle، on parle. إذن نهاية الشخص الثالث المفرد هي e. نأتي إلى الجمع، نقول nous parlons. لاحظوا اللفظ nous parlons. إذن ال n ال s لا تلفظ. إذن نهاية الفعل o، o n s. nous parlons، nous parlons. إذن O N S. نأتي إلى أنتم أو أنتن أو شخصا غريبا واحدا لا نعرفه، فنستخدم هذه الصيغة معه. ممكن نقول vous parlez. إذن Z لا تلفظ. vous parlez. إذن نهايته E Z. E Z. vous parlez. إذن vous parlez. أنتم تتحدثون أو أنتم تتحدثنا أو أنت يعني شخصا لا نعرفه نحترمه ونستخدم معه هذه الصيغة نسميها formal vous parlez. نأتي إلى الشخص الأخير وهو في حال الجمع هم أو هن. إذن il مع الاس، لاحظوا il مفرد بدون اس، هنا بس. il parle، il parle. لاحظوا اللفظ هنا في الجمع il parle، هنا بالمفرد il parle. elle parle، elle parle. الE والN والT لا تلفظ. E N T لا تلفظ كلها. إذن il مع الS بالجمع، نضع S إذا كنا يعني نقصد الجمع أشخاصا بالجمع. il parle ونضع E N T أيضا للجمع. إذا وضعنا S هنا ووضعنا فقط parle هنا بدون N T قواعديا غلط. إذن elle parle، elle هنا parle، elle parle. إذن il parle، elle parle. il parle للجمع مذكر، elle parle للجمع المؤنث. إذن أعيد التصريف مرة أخرى. je parle، قل ورائي، قل répétez après moi، répétez après moi. إذن أعيد ورائي. je parle. tu parle. il parle. elle parle، on parle، nous parlons، vous parlez، il parle، elle parle، il parle، elle parle. إذن سوف نأخذ أيضا الآن أمثلة جيدة جدا لكل صيغة ولكل تصريف. أقول مثلا je parle bien le français. je parle bien le français. تستطيعون أن تعيدوها ورائي. إذن je parle bien le français. وتحفظوها أيضا. إذن بما معنى أنا أتحدث الفرنسية بشكل جيد. je parle bien le français. أتحدث الفرنسية بشكل جيد. عندي للشخص الثاني هناك سؤال. تي parle l'anglais؟ l'anglais، l'anglais، a u s. tu parles l'anglais، هل تتحدث الإنجليزية؟ tu parles l'anglais. نأتي هنا الشخص الثالث مفرد. elle، elle مؤنث. elle parle bien l'allemand، الألمانية. شاهدوا كيف نلفظها l'allemand. إذا ال n وال d لا تلفظ. elle parle bien l'allemand، هي تتحدث بشكل جيد الألمانية. elle parle bien l'allemand. إذا نهاية الكلمة بان l'allemand، هي تتحدث الألمانية بشكل جيد. نأتي إلى حالة الجمع nous parlons ونقول شاهدونا أنا عدت لكم الجملة منفية أيضا حتى لا تنسون النفي. nous parlons pas le portugais. nous ne parlons pas le portugais. إذن nous ne parlons pas le portugais. البرتغالية هي البرتغالية، يعني نحن لا نتحدث البرتغالية. nous ne parlons pas le portugais. portugais. الاس لا تلفظ. nous ne parlons pas le portugais.
نأتي إلى الشخص الثاني في الجمع vous parlez فنقول vous parlez bien l'arabe vous parlez bien l'arabe الأ لا تلفظ إذا أنتم أو أنتن تتحدثون أو تتحدثن يعني العربية بشكل جيد أو للشخص الغريب أنت تتحدث العربية بشكل جيد vous parlez bien l'arabe l'arabe نأتي للضمير الآخر في حال الجمع وهو للمذكر وللمؤنث فنقول il parle il parle أيضا عندنا جملة منفية فنقول il ne parle pas très bien l'espagnol l'espagnol إذا l'espagnol elle ne parle pas très bien l'espagnol elle ne parle pas très bien l'espagnol هما للرجال لا يتحدثون الإسبانية بشكل جيد elle ne parle pas très bien l'espagnol ونستطيع أن نقول elle أيضا elle ne parle pas très bien l'espagnol أنا يعني جئت لكم بهذا السؤال الجميل المكون من عدة ألوان شاهدوا ممكن أيضا بالنسبة للغة أن نسأل نقول مثلا لاحظوا هنا vous parlez لاحظوا هنا vous parlez أنت تتحدث ولكن لو وضعنا الفعل الذي هو parler قبل الضمير فسوف يعني نكون سؤالا نقول مثلا parlez-vous français إذا شاهد السؤال parlez-vous français هنا يعني يجب أن يكون جوابنا بنعم أو لا طالما السؤال مصاغ بهذه الصيغة يعني الفعل في بداية الجملة parlez-vous français إذا يجب أن نجيب بنعم أو لا فنقول oui نعم je parle bien le français oui oui je parle bien le français أو أقول non non je ne parle pas bien le français je ne parle pas bien le français سؤال آخر parlez-vous l'anglais كيف نجيب بي oui oui je parle l'anglais non je ne parle pas l'anglais إذن سؤال parlez-vous français parlez-vous l'arabe parlez-vous l'anglais parlez-vous l'allemand الإجابة تكون oui je parle l'allemand oui je parle l'anglais أو non je ne parle pas français, non, je ne parle pas l'arabe, non, je ne parle pas l'allemand. Et donc, je vous souhaite très bonne journée et أتمنى لكم يوما سعيدا وهناك ملاحظة عندي يعني أتمنى من الجميع وخاصة ممن يستمعون إلى الدروس الفرنسية يعني أن يكتبوا ولو تعليق هل هذه الدروس مفيدة لكم؟ هل استفدتم منها؟ هل فيها فائدة؟ هل أتوقف أنا مثلا؟ يعني اكتبوا ولو تعليقا بسيطا وأطلب أيضا ممن لم يشترك في القناة أن يشترك في القناة ويفعل الجرس واللايك لكي تصله الدروس يعني بانتظام وسهولة أتمنى لكم يوما سعيدا ودائما